فيها ولا محتوياتها ولا يقدر يقرأها، يعني تبقى معلومات غير مفهومة بالنسبة لهذا الشخص. واضحة الفكرة؟ وبالعكس مثلا لو كان سالم يريد يرسل رسالة لموزة يستعمل نفس المفتاح، وهي علشان تفك الشفرة تستعمل نفس المفتاح. كما قلنا هذا يكون نفس المفتاح في التشفير وفي فك التشفير. هذه الطريقة تسمى symmetric encryption أو symmetric key encryption، لأن احنا نستعمل نفس المفتاح للتشفير ولفك التشفير. فرضا عندنا بدل سالم وموزة ممكن يكون أي كمبيوترين اثنين، يعني ما لازم فيه أشخاص معينين، ممكن من كمبيوتر إلى كمبيوتر، من سيرفر إلى سيرفر، بين أي جهازين إلكترونيين يكون بينهم تواصل. فتخيل إنه واحد يعرف مثلا 5 أشخاص بيحتاج في الشريحة السابقة إذا تذكرون إحنا نستعمل مفتاح للتشفير، فعلشان تشفر الرسالة لبي أو لشخص ب تحتاج مفتاح معين، على أساس إنه شخص أف ما يقدر يفك الرسالة لو حصل نسخة من الشبكة. علشان ترسل لسي تحتاج مفتاح بينك وبينه، دي نفس الشيء، اي ونفس الشيء، اف نفس الشيء. فهذه الطريقة انت بتحتاج ما يقارب لخمسة اشخاص يمكن 15 مفتاح. اذا تتواصل مع 20 الرقم يتضاعف. انت الحين في الانترنت تستعمل مواقع كثيرة وسيرفرات كثيرة واشياء كثيرة، يعني حال كل واحد تجلس تخزن فيه هذه بتكون مشكلة. من جهاز إلى جهاز؟ قصدك من جهازين؟ هذا يعتمد على إيش نوع الاتصال أول شيء، وبعدين في هم يسميوه هاند شيكينج وأوثنتيكيشن، يعني أول ما يتصلوا رسائل مفتوحة، أنت إيش تستعمل؟ أنا إيش أريد أستعمل؟ أنت تدعم النسخة هذه، قوة التشفير كذا، يعني في واجد في البداية يتفق عليه على حسب الأجهزة. هذا في البدايات لما يبدأ التواصل. بعدين يعتمد على حسب طريقة التشفير وأهمية الاتصال نفسه. الكي عبارة عن رموز وأرقام وحروف وكذا أشياء، أو إنه في بدايته مثلاً أول ما بدأ الاختراع الكي وكذا، شوف مثلاً كلمة كي أول ما يشفروها كانوا يخترعوا رقم كي، مثلاً إذا كان الكي 1 معناته إنه نسوي شيفت لكل حرف بون لتر، بدل ما اكتب له انا كي اي واي في الرساله اكتب الحرف اللي بعد الكي اللي هو ايش، ال وبعد الاي اف والواي زد، اكتب له ال اف زد. فهذا الرساله لو واحد في النص قراها ما يفهم ايش يعني ال اف زد، بس الشخص اللي مستلم عارف ان احنا استعملنا تشفير اسمه الكي ماله او المفتاح طريقه الفك واحد، معناته بما اننا قدمت الاحرف واحد واحد هو يرجعهم واحد واحد، ترجع له الكلمة، هو فهم الرسالة. هذا الأساسي في بدايته كذا. بعدين تطور إلى عمليات أكثر معقدة، تغير الأماكن، تبدل الأماكن الأحرف وأرقام معينة، ترتيب معين، حسابات كبيرة يعني، بس بالكمبيوتر ما بالذاك، لأنه في الهيومن محدود القدرات ماله. زين، هذه الطريقة بتكون عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هو مشاركة الكيس، إنك بتخزن كي حال كل موقع أو كل حد، كل شخص تريد تتصل معه. المشكلة الثانية إنه لو حد اكتشف الكي اللي هو بين A و B، كل ملفات A وكل ملفات B أو التراسلات اللي فيما بينهم بتكون مكشوفة للجانبين، لمال A وللB. يمكن حد سرقه من B، بس حتى ملفات A بتروح اللي هو بينه وبين B لأنه عنده نفس الكي. تطور التشفير وصار عندنا الاسيمتريك كيس. الاسيمتريك كيس ايش الفكره ماله؟ انه كل
شخص أو كل جهاز يكون عنده الكي ماله، ما يكون شيرد، ما يعطي مثلا الكي يسوي كي علشانه بنفسه، وبي نفس الشيء، سي نفس الشيء، دي نفس الشيء، اي نفس الشيء، اف نفس الشيء. هذا الكي اللي هي يستعمله علشان يشفر الرسالة، ومن هذا الكي أو من هذا الشفرة يشتق كي ثاني علشان يرجع الرسالة، يعني الطريقة عكسية بس ما نفس الكي. يعني يكون عنده الكي، عنده تو كي، تو كي، تو الجوريثمز، يعني عنده واحد بابليك واحد برايفت. البرايفت كي اللي هو يحطه لنفسه، ما يعطي أي حد. هو ممكن يشفر بهذا الكي، الناس الثانيين ممكن يستعملوا البابليك كي ماله علشان يقروا رسالته أي حد. في البابليك أي حد. الشخص ممكن يكون عنده في الأسيمتريك ما في عندنا شيرد سيكرت كي اللي هو مثل قبل، يعني ما لازم أنا أعطي الشخص الثاني الكي اللي هو نتفق عليه في البداية، ما مهم، اللي هو نفس المفتاح علشان التشفير ولفك التشفير، هذا ما مهم في هذه الطريقة. فيه شيرد أند ديستريبيوتد بس فور أوني ون، يعني الكي اللي هو لفك التشفير مالك، أنا كل شخص ينتج كي وهو عبارة عن جزئين. إذا شفرت بالمفتاح ألف فعلشان تفكه لازم تستعمل باء، وإذا شفرت بالمفتاح باء علشان تفكه تستعمل ألف، حال شخص واحد مثلا. الشخص الثاني يسوي نفس الشيء، من هذا الاثنين واحد يحطه عنده والثاني يكون شيرد عند أي حد. ممكن بعد المثال تكون أوضح. وطبعا كما قلنا البرايفت كي از برايفت لأنه يكون عندك الكي بنفسك، يعني ما الشخص الثاني ما عنده نسخة منه، عنده هو نصف الثاني اللي فقط يستعمله لفك الرسالة. وهذا كان ممكن نستعمله لميزة ثانية اللي هي علشان التوقيع الإلكتروني. هذا الإضافة التي في الأسيمتركي اللي ما موجودة في السيمتركي. فرضا سالم يريد يرسل الرسالة، طبعا سالم بيرسل الرسالة لموزة، فهو ما يريد حد يقرأ الرسالة إلا موزة، فهو بيستعمل البابليك كي مالها. موزة كيف بتقرأ الرسالة؟ بمفتاحها الخاص هو البرايفت كي اللي هو مشتق من هذا الاثنين بينهم علاقة. فهذه الرسالة الحين لما تتشفر زين، لو أي حد خذ نسخة من هذه ما يقدر يفكها إلا بالمفتاح الخاص. المفتاح البابليك هذا ما ممكن منه تطلع المفتاح البرايفت، يعني في معادلات رياضية تستعمل أرقام أولية تطلع لك مفتاحين زين. إحنا ما بنروح ديب في هذه الأشياء لأنها شوية معقدة، لكن طلع مفتاحين من هذا ما ممكن تشتق المفتاح الثاني، ولا من هذا تقدر ترجع الأول. فاللي يتشفر بهذا ما ينفتح إلا بالمفتاح الثاني، واللي يتشفر بالأول ما ينفتح إلا بهذا. فهو لأنه يريد يرسل لموزة فيستعمل البابليك كي، لأنه هو ما عنده إلا البابليك مالها، البرايفت عنده هي فقط. واضح؟ طلعت رسالة مشفرة ما حد يقدر يقرأها، حتى لو من الشبكة حد خذ نسخة أو شيء ما ممكن تنقرأ الرسالة. الحين موزة علشان تقرأ الرسالة تستعمل البرايفت كي مالها وترجع الرسالة مثل ما هي. الحين إيش هو ضمن؟ إنه الرسالة ما أحد يقرأها إلا موزة. الشيء الثاني إنه الرسالة اللي مرسلة ما تغيرت، لأنه لو تغير فيها أي شيء بسيط هذه الرسالة ما بتصير شيء غير مفهوم، ما ترجع مثل ما هي. يعني حققنا انتجريتي وكونفيدنشاليتي وإيش اوثنتيكيشن. مين اوثنتيكيت من كذا يكون؟ ايوه هي اوثنتيكيت من. كيف اوثنتيكيت سالم؟ كيف عرفت انه سالم مرسل؟ البابليك كي مال من؟
لا لا البابليك كي مال موزه لانه السالم لو عمل تشفير بالبابليك كي ماله من اللي بيقرا الرساله وحده فقط يقدر وهذا هو التشفير اللي لما تكون عندك ملفات تريد تشفرهم على اساس ما حد يقدر يفتحهم الا انت فقط بنفسك فلما تريد ترسل رساله لشخص وما حد يقراها الا هو تجيب البابليك كي ماله اللي هو بابليك اصلا وتشفر الرساله فما حد يقدر يفتحها الا صاحب البرايفت كي اللي هو موزه يعني الحين هي باقي عندها انه ما تعرف انه سالم مرسل او غيره صح الا اذا هو كتب في الرساله انه انا المرسل بس بعده يمكن ما هو يمكن حد ثاني صح واضح ولا الدكاترة سؤال ان شاء الله الحين في هذا المثال مثلا سالم يريد يرسل رسالة لموزة فالمرسل سالم المستقبل موزة هو يريد الرسالة هذه ما تنقرأ إلا عند موزة صح علشان يرسلها هو لازم يشفر الرسالة يشفرها باستخدام إيش باستخدام البابليك كي مال موزة على أساس إنه ما تنفتح إلا بالبرايفت كي مال موزة فهو البابليك كي مال موزة بابليك يعني بابليش مفتوح أي حد ممكن يأخذ نسخة منه علشان يشفر رسالة ويرسلها هو شفر رسالة ورسلها ووصلت لموزة الحين هو حقق نقطتين اللي هي أنه أول شيء الرسالة هذه ما بتتغير لأنه ما حد يقدر يفتحها ويكتب ويعدل فيها ويشفرها مرة ثانية لأنه علشان تنفتح لازم تنفتح من موزة صح؟ هذه تحققت أنه الرسالة ما تعدلت وتحقق الشيء الثاني أنه ما حد يقدر يفتح الرسالة إلا موزة أنه هي فقط تفتحها وأنه الرسالة وصلت سليمة هذه نقطتين تحققت تقدر الحين لو موزة بغت ترسل لسالم ايش تسوي ايوه تجيب البابليك كي مال سالم وتشفر الرساله وترسل له اياها وفقط هو يقدر يفتحها لانه بيستعمل البرايفت كي ماله صح بينما قبل كانوا يستعملوا نفس الكي هو يشفر ويتفك التشفير وتستعمل نفس الكي للتشفير ولفك التشفير زين واضحته ممكن تشبهها بهذا الشيء ممكن ايوه لكنها صح يعني لكن هنا فيها تشفير شويه ايوه البابليك كانه العنوان ماله يعني انت ممكن اي حد يعرف العنوان مال الايميل مالك بس ما حد يعرف الباسورد عشان يفتح له بس بعد الايميل والباسورد ممكن ذاك السيرفر ادمنستريتور يفتح كل ايميلاتك او في الشبكه حد ياخذهم او اشياء يعني هذه الاشياء موجوده بس هنا غير شوي لكن هي نفس الفكره الحين قلنا انه كل واحد يريد يرسل رساله ثانيه ياخذ البابليك مال الشخص ويعمل تشفير للرساله ويرسلها لكن مثلا موزة الحين كيف تتاكد انه سالم المرسل ما حد ثاني لانه البابليك كي مالها بابليك صح ممكن اي حد شخص ياخذه ويكتب رسالة باسم سالم ويشفرها بالبابليك كي مالها ويرسلها إياه صح؟ توقيع أيوه كيف توقيع عد؟ بابليك كي مال موزة هو يرسلها هي الرسالة أصلا والبابليك هي عند أي حد التوقيع كيف يوقع زين نكمل النقطة الثانية اللي هي بالتوقيع بعد هذه إن شاء الله لكن في هذه إيش ميزتها مقابل السيمتريك كي اللي هو كان قبل
مور سكيور، لأنه مثلا سالم ما ممكن يكتب رسالة باسم موزة ويقول هي اللي كتبتها، مثل قبل كان لأنه ممكن أي واحد منهم يكتب رسالة صح، لأنهم عندهم نفس الكي، لكن الحين ما ممكن لأنه لازم يستعمل البرايفت كي مالها، وهي ما ممكن لأنه تستعمل البرايفت كي ماله، فقط بالببليك. ولو انسرق الكي مال واحد منهم مثلا بطريقة ما، معناته بيكون هو فقط اللي بيتأثر بهذا، ملفاته الشخصية أو اتصالاته هو الشخصية، بينما الشخص الثاني البرايفت كي ماله عنده، فما حد يقدر يفتح أي ملفاته. طبعا الكي هنا مختلف كما قلنا، في الأسيمتريك عندنا نون ريبوديشن، أو هي اللي تستعمل في التوقيع الإلكتروني، لأنه الشخص ما يقدر ينفي الرسالة اللي هو أرسلها. هذه هي النقطة اللي الحين موزة تريد ترسل رسالة لسالم، موزة يهمها إنه سالم يهمه إنه الرسالة اللي جاية هذه جاية من عند من؟ عند موزة فقط، ما حد ثاني كتبها باسمها، فهي عشان ترسل الرسالة هو يتأكد إنه جاية من عندها، تشفرها بأيش؟ بالبرايفت كي مال من؟ مالها هي، لأنه كل واحد عنده فقط البرايفت ماله. في المثال السابق كانت لو بغت ترسل له كانت ترسل بالببليك مال سالم، علشان إنه سالم فقط يفتحها. الحين هي لما شفرتها بالبرايفت كي مالها، من ممكن يفتح الرسالة؟ لا لا، هي شفرت الرسالة بالبرايفت كي، قلنا اللي يشفر بالبرايفت كي يفتح بالببليك، والعكس بالعكس، اللي يشفر بالببليك يفتح بالبرايفت فقط. من ال... لا، مال نفس الشخص، لازم ما ينفع مال شخص ثاني. الحين موزة شفرت الرسالة بالبرايفت مالها، المفتاح الوحيد اللي يقدر يفك الرسالة الببليك كي مال موزة. زين، من الأشخاص اللي يقدروا يفتحوا الرسالة؟ كل أحد صح، لأنه الببليك ببليك عند كل أحد. لكن إيش استفدنا من هذه الحركة؟ أيوة، إنه هي راسلتها، لأنه ما في حد ممكن يكتب الرسالة تنفتح بهذا المفتاح إلا موزة. وضحت لك؟ الحين هي ما تقدر تنكر إن ما هي رسلتها، لأنه الببليك مالها يفتح الرسالة، ورسالة مفهومة مقروءة، بينما لو استعملت أي ببليك ثاني ما بتجيك رسالة. احنا الحين هذه ما في السرية، احنا نتكلم انه الشخص المرسل ما ينكر انه ارسل. اللي قبل كان يهمنا انه الشخص فقط يقتر الرسالة الشخص اللي يستلمها صح. انزين، يعني هو يعتمد ايش الهدف من الارسال. يعني انت مثلا لما توقع رسالة مفتوحة ما فيها سرية صح، بس ايش هدف التوقيع؟ اثبات ان انا اعترف بهذا الشيء. أيوة، إثبات إنه اعترف بهذا الشيء، إثبات إنه هذه الرسالة والمكتوب فيها صح، هذا يعتبر مثل توقيع. هي أنا شفرتها بالكي مالي وأنت تقدر تفتحها بالببليك كي مالي، إذن هذا إثبات ممكن أي حد يقرأ، وحقي على الشخص اللي صاحب المسمو البرايفت كي. واضح؟ ساكتين ذا صبر. واضح اللي انتو؟ واضح الفرق بين هذه واللي قبل؟ اللي قبل كان يهمنا ان الرسالة ما تنقري الا بالشخص المستلم، فهذا الشخص ترسل له بالببليك ماله، لكن لما يهمك ان الشخص المستلم يتأكد من الشخص المرسل، اشفر الرسالة بالبرايفت مالي. الحين اذا انت تريد تعمل يعني هذا الشيئين مع بعض، طبعا سالم بيستعمل الببليك كي مال موزة وبيقرأ الرسالة، لكن هذا الرسالة ما سالم فقط يقدر يقرأها، يقدر يقرأها أي حد، لأنه الببليك كي مال موزة ببليك مفتوح للجميع. قبل هذه الحين لو بغينا نرسل رسالة فيها شيئين، أنه أنا بغيت سالم مثلا بغي يرسل رسالة لموزة، فهو يريد أول شيء
تريد موزع انه رساله تتاكد انه المرسل سالم، هذا اول شيء. ثاني شيء يريد الرساله ما حد يقراها الا موزع. زين ايش يسوي؟ كيف يعني؟ ما اعرف اذا باغين تكلموا حد كيف يقدر يرسل رساله. زين ونحقق الشيئين السابقين مع بعض. الحين كان قبل كل مثال وحده، قبل كان يهمه أنه تستلم الشخص وتتأكد من المرسل، واللي قبله كان أنه الرسالة ما تغيرت وأنها تنفتح فقط بالشخص المرسل إليه. الحين لو بغيت أنا الرسالة توصل للشخص المستلم وهو فقط يقدر يقراها، وهو يريد يتأكد أني أنا المرسل ما حد ثاني. يعني تو مثلا سالم يستعمل البرايفت كي مال موزة ماله هو. زين لا لا كيف موزة؟ زين اي حد يقدر يفتح البابليك كي مال سالم؟ يعني اي حد يقدر يقرا الرساله؟ انت الحين حققتي انه صح اثبات انه سالم فقط هو اللي مرسل الرساله، لكن بقت مشكله انه الرساله مفتوحه اي حد ممكن يقراها. برايفت ما في برايفت، برايفت بابليك. شوف او ايوه هو شوف اول شيء هذه الرساله هي صح. الحين سالم لما يوقعها بالبابليك كي مال موزة الرساله بتصير ما مقروءه الا عن طريق موزة صح، اللي هو صار عندنا هذاك السايفر تكس. سالم قبل لا يرسل هذا التكس نفسه يوقعه مرة ثانية بالبابليك بالبرايفت كي ماله قبل لا يرسل صح. فالحين موزة علشان تفتح الرسالة المستلمة تستعمل ايش؟ البابليك كي مال سالم. فلما تستعمل البابليك كي مال سالم بترجع لها الرسالة هذه اللي هي ما زالت غير مفهومة، تفتحها بإيش؟ بالبرايفت كي مال موزة. الحين صارت الرسالة مشفرة وما حد يقدر يقراها إلا الشخص المرسل إليه، وما حد يقدر يعدلها صح؟ والمرسل ما يقدر ينكر إنه هو أرسل الرسالة. المشكلة هنا هذا معي تويستون. لسالم بنرمز له S ومثلا لموزة M. قلنا في الرسالة يهمنا لما سالم يرسل رسالة مثلا لموزة ايش يهمنا؟ انه الرسالة تكون سرية ما حد يفتحها الا موزة صح؟ زين هو هذه الرسالة، فعشان ما حد يفتحها الا موزة ايش يستعمل؟ بابليك كي مال من مال موزة. تمام موزة عندها بابليك كي وبرايفت اللي هنا كلهن بالبي نفس الشيء. زين البابليك هذا البابليك مثلا والبرايفت مسوي له بي ار صح، وهذا البابليك بي كي مثلا هذا لحال موزة مسوي ام بي كي ام بي ار عندها بابليك وبرايفت، وسالم عنده بابليك وعنده برايفت. هذه الرساله هو عشان يضمن انه ما حد يقراها الا موزه ايش يسوي؟ بالبابليك مال موزه لانه ما تنفتح الا بالبرايفت مال موزه، فهو يستعمل الكي اللي هو موزه بابليك
ويشفر الرسالة. الحين هذه هتطلع أشياء غير مفهومة صح؟ كود. لكن علشان موزة تضمن هو عشان يثبت لموزة إنه هو المرسل إيش يسوي بهذه الرسالة بعدين؟ يسويها بالبرايفت الكي ماله. أيوه. فهذه يشفرها بالبرايفت كي ماله سالم برايفت كي لأنه هو المرسل الكي هذا عنده. أيوه البرايفت. زين يعني هذه تشفرت أول شيء بالبابليك مال موزة علشان نضمن إنه ما حد يفتحها إلا موزة. وعلشان موزة تضمن إنه ما حد رسلها إلا سالم، سالم يوقعها بالبرايفت كي ماله أو إنه يشفرها. ممكن سبيه يوقعها لأنه ما يقوم مقام التوقيع هذا. فموزة الحين لما تستلم الرسالة تستلم هذه الأشياء، كيف تقدر تفتحها؟ برايفت مال من بابليك مال من آخر شيء مسوينه إيش؟ كان سالم البرايفت كي. فهو عشان تفتح علشان تفكها وترجعها إلى هذه المرحلة، هذا مثلا مرحلة رقم واحد، هذه رقم اثنين، هي استلمت رقم اثنين، عشان ترجعها تستعمل اللي عكس هذا، وتستعمل سالم بابليك كي. طبعا هذا بابليك ممكن تحصله إياه. وعلشان تقرأ الرسالة لأن هذا بيطلع لها رسالة غير مفهومة اللي هي المرحلة هنا مثلا اللي كانت رقم واحد، علشان تقرأها تستعمل البرايفت مالها. وترجع الرسالة مثل ما بدت. يعني وضحت ولا خلاص؟ الحين سالم ما يقدر ينكر لأنه هو الوحيد فقط اللي يقدر يكتب يشفر رسالة بالبرايفت ماله صح؟ فهذا إثبات إنه سالم هو اللي كاتب الرسالة أو اللي مرسل الرسالة. هذا يسمى التوقيع الإلكتروني لما يشفر أو يكتب الرسالة بالبرايفت ماله. ففي التوقيع يهمك تثبت إنك أنت الكاتب أو أنت صاحب الكلام هناك أو أنك توافق عليه أو شيء من هذا القبيل، نفسه مثل التوقيع العادي. وحتى قانونيا في عمان عندنا نفس له نفس الوزن. وضحت الفكرة؟ طبعا أنت إيش تختار وكيف وهذه الأشياء هو يعتمد على الهدف من إرسال رسالة. إذا أنت تهدف أنه ما حد يقرأها إلا الشخص المرسل تشفرها بالكي ماله. إذا أنت تهدف أنه تثبت أو أنك تعطي إثبات أنك أنا أرسلت هذا الشيء توقعها بالكي مالك. نكمل اللي بعده. في الأسيمتريك كي إنكريبشن من عيوبه يقول لك انه كومبيوتيشنلي انتنسيف، معناته انه هو هذا الكيس في الاسيمتريك في العاده يكونوا كبار ومعقدين وكومبلكس. فعلشان كلكم مثلا في الاس اس ال كوميونيكيشن او في الانكريبشن مال سيشنز وهذه الحاجات صعب يستعملوا هذه الاشياء لانه بيصير في بطء وكذا. هذه تستعمل علشان كي اكستشينج اللي هو ممكن تتبادلوا السيمتريك كي. شكلكم تهتوا في هذا. يعني استعمال البابليك والبرايفت في واجد كومبيوتيشن، يعني حسابات واشياء وعمليات وكذا واشياء. فانت مثلا لما تفتح موقع مثل اللي فيه ان HTTPS يقولوا لكم انه سكيور وكذا واشياء، انه سكيور الى حد ما لكن لازم تفهم كيف سكيور وليش. يعني هذاك عنده هو لما تفتح مثلا موقع هوتميل او جيميل او اي موقع ويعطيك HTTPS، الموقع في البدايه يرسل لك السيرتيفيكيت ماله انه هذا البابليك مالي، ارسل لي كلمه السر اللي تريدنا نستعملها علشان نشفر الاتصال فيما بيننا. لانك انت ممكن يكون ما عندك بابليك وبرايفت اصلا صح؟
مهم فهمتوا اللي قبل هذاك مهم. هذا شوية تكنيكال حال التكنيكال شكلهم يعني التكنيكال ما يحتاجوا هذا فاهمينهن. إنزين هذا هو الديجيتال سيجنتشر. الحين فرضا سالم يريد يرسل رسالة، رسالة فيها اتاتشمنت كبير حجمه مثلا، هذا هو مثال الديجيتال سيجنتشر. كيف هل معقولة هو يروح ويشفر كل هذه الرسالة؟ وقلنا احنا انه هذا الكي ياخذ وقت وحسابات وعمليات معقدة. طبعا بتكون صعبة. اخترعوا طريقة، او ما اخترعوا، هم دمجوا طريقة اللي هي طريقة الهاش فانكشن. الهاش تعرفوا؟ واحد يعني الهاشنج. ايوه لا لا ما الهاش مال المربع. الهاش هي عملية حسابية يسويها في ملف عشان يطلعوا البايناريز ماله. يعني هو في طول معين، طول معين، وفائدته انه هذا الملف لو تغير الهاش بيتغير. في تول مثلا تحسب لك الهاش. مثلا انت لو نزلت ملف من موقع، مثلا رحت شركة ريد هات ونزلت ملف دي في دي، انت وتنزل ملف يمكن صار فيه خطأ، ويمكن حد عدل فيه او في ايرور في الشبكة او شيء كذا. لما تنزل هذاك الملف في طريقة تتأكد ان الملف صح، في هاش فانكشن تعطيك رقم، هذاك الرقم تتأكد نفس الرقم اللي هم عاملين له هاش. هذا ما يجي نفس الرقم الا اذا انت نزلت ملف بصورة صحيحة، يعني الملف ما تغير، الملف ما صار له شيء. وفي برامج تعطيك مثل هذه الاشياء. اذا تريد مثال، يعني مثل هذا البرنامج يعطيك هاش لأي ملف تريده، تختار ملف. ها في العادي تفتح مباشرة. أيوة فممكن نسوي ملف هنا مثلا، ملف نوت باد تكست دوكيومنت. هذا هو التكست. الحين هذا الملف فاضي فيعطيك هذا الهاش ماله، يعني رقم بسيط. بدل ما تعمل هاش لكل الملف، بدل ما تعمل ساين لكل الدوكيومنت، انت تعمل ساين للهاش، بحيث انه لو تغير الملف بيصير الساينينج انفاليد لانه الهاش تغير. صح. لو عدلنا الملف هذا بتلاحظ انه الهاش يتغير. شوف مثلا هذا الهاش شاون ينتهي 80 70 9. لو عملت له إيديت وأضفت فقط سبيس، يعني ما عدلت ما سويت أي شيء، وعمل له سيف، افتح الملف مرة ثانية، شوف الرقم تغير. الهاش فانكشن فانكشن تعمل ماثماتيك كالكوليشن حال اي فايل وتعطيك ارقام او كاركترز بلينث معين. فقط انت يو نيد تو ساين ذيس. الشخص اللي يستلم هذا الملف الحين طبعا هذا عنده رسالة يعمل لها هاش، طلع الهاش، يعمل انكريبت للهاش، يحط الانكريبتد هاش مع الملف نفسه ويرسل الرسالة. الشخص المستلم ببساطة يعمل هاش هنا ويقارنه مع السايند هاش، إذا هو نفسه
يعني الرسالة ما تغيرت، والشخص الموقع هو نفس الشخص المرسل. راجعوا هذا بعدين ويوضح أكثر لأن الوقت ليميتد، لكن إذا فاهمين اللي قبل هذا بتكون سهلة. نجي الحين فهمتوا كيف مسمو عشان ترسل إنه confidentiality و non-repudiation وهذه الأشياء، وإنه الشخص المستلم هو الشخص فقط المرسول إليه رسالة وكذا. الحين إذا عندك هذه الأشياء كلها، ليش تحتاج BKI أو BKI Center أو National Data Center اللي عندنا في ليش نحتاج إلى هذه الأشياء؟ أول شيء هو BKI يعني infrastructure، كله hardware, software, policies, rules وأشياء، يعني مثل regulation. مثله مثل أنت لو كتبت رسالة بينك وبين أي شخص، هذا الرسالة يكون ما لها قيمة إلا لما أنت تصدق الرسالة من ما من الشخص، بعد يحتاج لك جهة ثالثة من محكمة مثلا أو ادعاء عام أو كاتب بالعدل أو ما أعرف هذه الأشياء، صح؟ فالحين كل شخص ممكن يسوي جنريت حال بابليك وبرايفت كي ماله في بيته في أي كمبيوتر في أي جهاز، وبعدين أنت إيش دليلك إنه هو صاحب أو هو مالك هذا الكي أو مخول بهذا الشيء؟ عشان كذاك تحتاج للBKI، في يكون CA سيرتيفيكيت كانوا معترف به، سيرتيفيكيت أوثوريتي ريجستريشن يسجل الأشخاص، ويكون عندك ديجيتال سيرتيفيكيت CRL أو CSB، هذه مصطلحات كلها مال الشهادة. نفس الشيء الشخص هذا مثلا لو الشهادة ماله هذه انسرقت أو فقدها أو شيء ويريد يبلغ، كيف يبلغ الأشخاص الثانيين إن أنا فقدت الرسالة؟ ما عنده طريقة إلا سنتر معين. الشخص المستلم كيف يتأكد إن الرسالة اللي أنا استلمتها ما موقعة بشهادة مسروقة أو مزورة؟ طبعا الشخص هذا كل ما يستلم التوقيع لازم يروح يتحقق من إن الرسالة اللي جاية عن طريق الرسالة اللي جاية عن طريق الشهادة معينة، الشهادة ما زالت صالحة، وكل هذه المعلومات موجودة في المركز. طبعا هذا هيراركي بسيط، عندك روت سي، يعني عندك هذا اللي هو الهيئة أو المركز ذاك، ممكن توقع CA اللي هو CA المقصود به الشخص المخول بتصديق على شهادات اللي هو مال المستخدمين والأشياء. وطبعا بين فترة وفترة يصدر قائمة بالشهادات اللي هي خلاص صارت غير صالحة، يعني أو أنها موقف استعمالها، على أساس الناس اللي يستلموا الدوكيمنت الأشياء يعرفوا أنه هذه ما حتى لو موقعة هي غير صحيحة لأنها ممكن تكون مسروقة أو شيء مثلا. بينما لو كان ما في مركز فأنت ما في عندك طريقة تتحقق من إن الشهادة المستعملة صالحة. طبعا هذا يوفر لك الأشياء اللي تكلمنا عنها، الأثنتيكيشن والديجيتال سيجنيتشر، وطبعا الكيس على الكي أو المفاتيح هذه كيف تستعملها. في العادة هي عبارة عن رموز وأشياء وأرقام وكذا، لكن احنا علشان إنها تكون فيها سيكوريتي هذه الأشياء تخزن في توكنز، توكن حاجة مثل اليو اس بي أو في سمارت كارد اللي هي البطاقات الذكية، والحين في عمان كل البطاقات الشخصية الجديدة تحتوي على هذه الخاصية، خاصية التصديق الإلكتروني. فاللي عنده بطاقة جديدة ممكن فقط يفعلها ويستخدمها في توقيع إلكتروني في الإيميلات حتى أو في المراسلات أشياء. بعدين ممكن نوفر له ميزة إنه ناخذ له باك اب من الكيس اللي يحتاجهم، لأنه لو فقدهم ما يقدر يقرأ رسائله القديمة أو السابقة. كيف تستعمل؟ أنا ممكن أعرض لكم بعض الاستعمالات الحين اللي استعملهم أو الخدمات اللي توفرهم، لكن الوقت يقول لي ما ماشي واجد عد وقت، إحنا ما وصلنا بعد حتى حل فري. من الوزارات اللي متعاونة معنا في هذا المجال وزارة التجارة والصناعة. مثلا في وزارة التجارة والصناعة علشان تدخل موقعهم انت ممكن تروح بدون تدخل موقع مالهم وتسوي خدمات بدون ما تروح هناك. ما يحتاج registration حتى،
تفعل البطاقة الشخصية تروح لوجن ريجستريشن لأن البطاقة الشخصية فيها شهادة ومسجلة في المركز التصديق الإلكتروني فأنت لما تروح لوجن عندهم يعطيك خيارات يعطيك عن طريق عماننا هذه احنا هذه سمارت كارد أو يو اس بي توكن هذا اليو اس بي توكن هذا فيه المفتاح أو البرايفت والبابليك والحاجات هذه زين وعندك الكارد اللي هي البطاقة الشخصية وفي إضافة جديدة اللي هي مال الموبايل يعني ممكن عن طريق التليفون يسوي لك أوثنتيكيشن هذه هي ممكن تكون فقط للعرض وعندنا سيلف كير اللي هو هذا السيلف كير هذا فقط لاستعادة البيان هنا هذه الأشياء شيء وقتها أعرضهم ولا زين هو عشان بس فقط شوف استخداماته بس خلونا نبدأ بالهذا أول شيء لو قررنا استخدام بالبطاقة الشخصية البطاقة الشخصية الجديدة طبعا يكون فيها مثل هذه شكرا accept استعمل فايرفوكس نعمل تسجيل دخول نختار البطاقة الشخصية يطلب منك تحط البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية تحتاج لها قارئ اللابتوبات الجديدة فيهم واللي ما فيهم في يو اس بي ريدر يو اس بي تركبه هنا وفي قارئ للبطاقة طبعا اول ما تحط البطاقة كل بطاقة فيها بن على اساس انه ما لو اي واحد شل البطاقة ممكن يستعملها باسمك ويحط فيها اشياء فانت عندك authentication انه something you have شيء عندك something you remember اللي هو البن مال البطاقة فهو يقرا الشهادة الحين اذا تلاحظوا هذا موقع للهيئة وزارة التجارة تتأكد من الهيئة أن الشخص صاحب هذه البطاقة هو أنا الحين لاحظ لما ترجع لموقع وزارة التجارة خلاص انت يو لوجد ان واسمك معروف بالكامل من البطاقة فهم عملوا authentication تحققوا من الشخص اللي هو يستعمل البطاقة بنفس الطريقة ممكن عن طريق التوكن التوكن هذا طبعا بطلب على حسب الوظيفة او على حسب مهمة او اذا عنده شركة الشخص البطاقة الشخصية لكل المواطنين هذا ممكن يسهل الخدمات الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية إنه تتحقق من الشخص وإذا سوى أي معاملة أو أشياء ممكن يعمل لك ساين ديجيتالي ما لازم يجي هناك ويوقع لك أوراق وهذه الأشياء طبعا إذا حبيت وبعد هذا في أشياء ثانية ممكن رأيكم إياها عن طريق الموبايل وكذا عن طريق التلفون نفس الشيء ممكن تدخل لكن علشان الوقت نكمل مع
الاكزامبلز مال اوبن سورس ابلكيشنز اللي احنا استعملناهم في هذا البروجكت. طبعا بروجكت مثل هذا في سكيورتي, تهتم بالسكيورتي كثير, وعندك من اهم الاشياء اللي هي السكيورتي والاثنتيكيشن والحاجات هذه, فانت اكيد تحتاج تتاكد من كل شيء حتى البرامج اللي تستعملهم. ففي العاده الاوبن سورس ابلكيشنز اوبن, فانت تقدر تشوف ايش فيهم, تقدر تعمل لهم كستمايزيشن, تقدر تفهم السيستم او النظام كيف يشتغل اكثر, تقدر تعدل فيه وسهوله انك اذا في تحديثات او اشياء. الاشياء اللي نستعملهم مثل او بي اس فيو بنتاهو ريد هات, طبعا الاوبريتنج سيستم معظم السيرفرات ريد هات, اوبن ال داب توم كات والاباتشي توم كات, وفي اشياء ثانيه كثيره بس هذه اشهرهم. في الاو بي اس فيو مثلا هو برنامج فقط عشان تراقب الانظمه كلهم, تتاكد انه شغالين ما عندك مشاكل اشياء, كانه مونيتورنج سيستم سنترلايزد. طبعا هو في فري وفي نسخه اللي هي مع السبورت عشان تدفع. طبعا الفري يكفيك وفي واجد كستمايزيشن ومزايا تقدر تستعملها. بنتاهو هذا نظام علشان ريبورتينج تقارير واشياء اجراف, طبعا هذا بيكون متوصل بقاعده البيانات مالك, فانت ما ممكن توصل اي برنامج بهذا, لازم تتاكد ان البرنامج هذا ما في ثغرات, ما يقرا بياناتك ويرسلها لاماكن ثانيه واشياء, ما في حاجات يعني هيدن او داخل من هذا القبيل. وبنتاهو نفس الشيء اوبن سورس. ريد هات طبعا شركه معروفه ومن الفيتشرز مالها والاشياء اللي عندهم جيبوس ميدل وير نفس الشيء, هذه ما تحتاج تعرف. اوبن الداب هذا علشان نستعمله مثلا في بابليكيشن, عندك انت السي ار ال او الملفات, الملف اللي يحتوي قائمه شهادات اللي هي غير صالحه, عندك ملف اللي قائمه يحتوي البوليسيز او الشهاده مال الروت مالنا شهاده الهيئه او حاجات, علشان تنشرهم نستعمل مثل هذا اباتشي وتوم كات. هذا الويب انترفيس وبابليكيشن نفس الشيء. في النهايه يعني تعرفوا كيف السكيورتي وكيف اهميتها واشياءها, فاتوقع انه احسن حل هو الاوبن سورس بالمزايا اللي فيه والحاجات المتوفره بسهوله. وثانك يو. اذا احد عنده سؤال اظن استفدتوا شيء, فهمتوا شيء. بالنسبه لتجربه هذاك الموبايل والاشياء الثانيه علشان الوقت انا بكون موجود هناك اذا حد بغى يشوف اي شيء نص ساعه وخلاص. شيء سؤال او شيء؟ فهمتوا شيء؟ تمام شكرا احسنتم. السلام عليكم. استفساري بالنسبة للشهادات, هل هي نفس الشهادات للمواطن والوافد؟ الشهادة هي نفس الشهادة من ناحية أنها شهادة, لكن في أشياء تفرق على حسب ذاك. مثلا مدة الشهادة, احنا في البطاقة الشخصية رابطينها بمدة البطاقة, البطاقة الشخصية للمواطن 5 سنوات, الوافد 2 سنين مثلا. فإذا هذا مثال مثلا لشهادة إلكترونية أو هي البابليك كي اللي هي تكون بابليك. وين راحت؟ قلت هنا. هذه الشهادة مثلا, وهنا يطلع لك الديتيلز فيها, النسخة, السيريال نمبر, طبعا كل واحده فيها سيريال نمبر, سيجنيتشر الجوريثم او الطريقه المستعمله في ذاك,
الإيشور من اللي أصدر هذه الشهادة أو من اللي صادق عليها الفاليد فروم تاريخ بدء صلاحيتها وانتهاء هو تقريبا هذا فقط اللي يفرق بين الشهادتين وهنا نفس الشيء بعض منهم في الموبايل مثلا إذا هو مواطن أو هو غير مواطن يكون مكتوب على حسب البطاقة الشخصية خلاص بالنسبة لجهاز الكايوسك أيوة هل هو الجهاز الوحيد اللي متوفر أو في أجهزة ممكن هوستد أو متنقلة؟ هو في البداية كان هو الوحيد المتوفر لكن في أجهزة جديدة تكون موجودة عن طريق الويب عن طريق الإنترنت بس بعدهم يعني ما موجودين بس بالنسبة اللي يفعل مثلا بالبطاقة الشخصية احنا وفرنا له خيار ثاني علشان يفعل الموبايل وكذا عن طريق الإنترنت لأن احنا وزارة الصحة فقط البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية ايوه فمواجهين صعوبة بالنسبة لجهاز الكايوسك أساسا هو الكايوسك ايوه لكن في حل ثاني وان شاء الله بس مسألة وقت وان شاء الله بيكون موجود لأن احنا خلاص اوريدي يعني الموقع ما تقدر تدخله الا بالبي كي اي اها انتوا عندكم فقط البطاقة الشخصية ايوه ان شاء الله الحل يعني هو في بلان وفي ناس يشتغلوا فيه يعني علشان يكون في بدائل للكيوسك لأن الكيوسك ما متوفر دائما وأحيانا فيه عطال وأحيانا كذا أشياء أنت قصدك علشان تفعيل البطاقة لأنه ما عارفين إيش يعني حال إيش الكيوسك يستعمل في هذا لأن البطاقة الشخصية وما تصدر ما مفعلة أي شخص يريد يستعملها لازم يروح يفعلها عن طريق الكيوسك هذا الجهاز اللي موجود في المراكز وكذا في شعار الهيئة شكرا عفوا خلاص